يا اخوتي السلام عليكم. فيديو جديد مع مورايد بحال ديما. هذا فيديو ديال هذا النهار مهمه بزاف، عباره عن ستوري تايم. فيديو اللي فيها الاعتقال، فيديو اللي فيها تقديم الوكيل الملك، فيديو اللي فيها الخبره الموتور، فيديو مرونه فيها كاع داكشي ديال الاكشن. هذا الفيديو هذا بغيتكم تفرجوه كاملين باش يكون عبره للناس كاع اللي كيسلتوا في الطرود، والناس اللي كيسلتوا خصوصا الحواجز الامن، سواء الدرك سواء الامن الوطني. هذوك الناس راه تيديروا الخدمه ديالهم. المهم هذا الفيديو بغيتكم تفرجوا فيها حتى الاخر. بقاو معنا، وقبل ما قبل ما نديروا الانترو بحال ديما، لي لايك ديالكم، لي كومونتير، سبسكرايب. يلا نتلاقاو مور الانترو. عزيزاتي سيداتي سادتي، معكم مورايد في فيديو جديد على يوتيوب. شو ديال الحماق فين اخوتي هانيا، مرحبا بكم في فيديو جديد مع مورايد. هذا الفيديو هذا عباره عن ستوري تايم، تلبيه لطلباتكم. بعد ما حطيت داك ستوري تايم قلت لكم عطوني الراي ديالكم واش بقى نحط مره فيديوهات بحال هكا ستوري تايم. قلتوا لي تعجبوكم، قلتوا لي تبقى تحط، قلتوا لي كثر من هاد الفيديوهات بحال هكا. ونيت حيت كاين شي حاجه اللي نقدر نعاودها لكم، كاين شي حاجه تسهل اكثر من لا فيديو، اكثر من ستوري تايم اللي قبل. بغيت نعاودها لكم، شي حاجه اكثر من لا فيديو اللي قبل بغيت نعاودها لكم. شي حاجه اللي تسهل، اللي بغيت كاع الناس يردوا منا البال، ما يستهونوش بهذا الشيء. سمعت الاخوين، ما تستهونوش بهذا الشيء، شي حوايج بسيطه تقدر تخرج على مستقبلكم، تقدر. المهم الشيء اللي غادي تعرفوا ان شاء الله، راه هذا الفيديو راه فيه الاعتقال، فيه الخبره، فيه تقديم الوكيل الملك، فيه الروينه مرون. داك الشيء علاش خصكم تبعوا معايا هذا الفيديو هذا حتى الاخر وتردوا البال. والمهم يا اخوتي مرحبا بكم من جديد. كما قلت لكم اخوتي، هذا الفيديو هذا فيه ما يتشاف بزاف، يعني بغيت كلشي تفرجوا، ماشي على قبلي انا ولا شي حاجه، غير باش ما تطيحوش في هذا الغلط اللي درت، باش تستافدوا منه. حيت راه الله يسر بنادم يقدر يمشي له، يعني بنادم يقدر يمشي فيها بحال هكا، يعني بشي حاجه بسيطه اللي تعتبرها انت والو. راه حنا ما كنعطيوش الحوايج قيمتها، ما تنعطيو تنصغروا الامور بزاف. المهم بلا ما نطول عليكم نبداو لا فيديو. الخوت، هاد القصه اللي بغيت نعاودها لكم هي وقعت دابا شي عام ونص ولا عام تقريبا، فاش كان الحجر الصحي دابا، فاش كان مزير، ولكن واخا كان مزير بزاف بالليل، بالنهار كان مطلوقه القضيه شي شويه، حنا في إفران دابا. كما قلت لكم الخوت، عرفتي شنو نهضرو من هنا كاع، كما قلت لكم الخوت، هاد الفيديو وقع شي عام دابا ولا عام ونص. كنت باغي نقاد الموتور ديالي، كانوا ماتوا لي الديسك ديال لومبرياج، ولي بلاكيت الفران وشي حوايج بحال هكا. وحنايا مكناس راه ما فيه والو غير شي بياس معروف، انا تنبغي شي بياسة ولا شي حاجة تنضوضو عليها من كازا ولا من فاس ولا في قيبن صالح، ولا المهم المدن اللي معروفة بالحديد الكبير، مكناس ما فيها حتى شي حاجة، قديم ماشي قديم. صافي شنو درت داك النهار، واحد النهار هزيت موطوري وهبطت بيه لمكناس، وريقلت شغالاتي عند الدراري صاحبي، كان ريقل عنده تما مرة عمر ام بي كا الغالية عند التعريف، تحية ليه من هاد المنبر هذا، ولد عائلة. ريقل لي، المهم شرا لي الدياسك وركبتهم تما، وقديت كاع شغالاتي تمايا وصافي، وتميت راجع بحالاتي. باش تميت راجع بحالاتي جيت من لوطورود، ديك الساعة كنت كنصور، كنصور فيديوهات، واخا مازال ما تنحط لا في يوتيوب لا والو، كانت جو برو عندي ديما لاصقة في الكاسك وكنصور. صافي فاش كنت جاي كنصور، ما عليا ما بيا. ايوا يا سيدي، فاش جيت نخرج بغيت نسلت، ما بغيتش نخلص، كما اغلبية ديال
الدراجي ما تيخلصوش في البياج، ما بغيتش نخلص لحقاش مغليين علينا، تنخلصو بحالنا بحال الطوموبيل كبيرة، بحالنا بحال حديد كبير، حنا فينا 200 كيلو 180 كيلو وتنخلصو بحال وحدة فيها 3 طون 2 طون، هنا فرق كبير. صافي سلت من البياج وانا نلقى الجندار من البراج، البراج يكون تما غير هما داك البراج فاش ولا داك الحجر الصحي زادو زيروه، كان انت تخرج من هنا وتكمل مع الطريق نيشان، وهذا اللي كيجي من هاد الطريق، هما الطريق اللي كتدي حيدوها ولا حتى اللي جاي من هنا خصو يدوز من الطريق الاخرى باش كتولي تدوز عدا باش كتولي بلاصه مضيقه ما عندك منين تسلت. صافي انا فاش هربت من البياج ما خلصت وانا نضرب في البراج، قال لي وقف، وهما دايرين بحال المصيده، دايرين بحال المصيده تما في البياج، دايرين دوك البانوات ديال البلاستيك دوك الحمر وبيض، غاديين 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 لاصقين بالسلسله ولاصقين لاصقين هكا حتى كيتلصقوا حتى كيتلاقوا مع البارير، داك البارير اللي كيكون في الخرجه ديال الطرود، يعني كتمشي حتى كتقول راه غادي تمشي تلقى شي مخرج من الراس، غادي 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 حتى كتلقى الزدوده، حتى تولي تبغي ترجع بحالك من طريقك. صافي داكشي اللي هربت حتى للجندارم كفس عليا، اما كون حبست كاع ما يدرش هادشي. هربت حتى للجندارمي وانا جيت نرجع وانا نتكالى، المهم وقفني شدني بلا ما تسولوني كيفاش وعلاش كيدار شدني، المهم اش بغيتي انت يقول لك عافاك وقف، راه ضروري غيشدك باي وسيله امكنت بلا ما ندخلوا في هذا لي ديتاي بحال هكا وعندنا مقدمين على صداع على مشاكل. المهم شدوني ديك الساعه خوتي وجي راه كيشدوني، راه بحال اللي شادين شي مجرم هذوك عشان امريكان دوك الفيديوهات فاش كيكون شي مطارده وشي شد شي واحد بحال هكاك، وراه خدمتهم هذه عادي، يعني واحد هربان للبراج وهربان من الطرود اي حاجه يحطها في راسو شنو قاري هو علاش خدام، راه هذاك الشيء اللي خدام بحال هذا بحال هاد لي لوكا بحال هكا فهمتيني، يعني قاري عليه بحال هادشي باش يحط اسوء الاحتمالات يحطهم في راسو. صافي انا فاش هربت له فاش يا ربي فاش شدني طيحني للارض، اصلا شدني طايح. صافي الوليد ديال اللور راكو عارفين المينوط وكدا سكوت كلاس رصا، صافي انا تخلعت ضربت بيا الدنيا ما عرفتش شنو ما عرفتش باش تبليت اش هادشي اش كندير انا هنا. صافي شدوني حيدو الكارت ميموار، ويلي 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 عرفتي الكارت ميموار شتلقاو فيها، لقاوني سيدي دور غير من هنا، لقاوني سيدي لقاوني تنهرب بعدا لقاو السلته الاولى حيت فاش كنت داخل من مكناس لفاس سلت البراج الاخر، لكن ما خرجوش للطريق سلت للطور لقاو السلته الاولى. لقاوني تنهضر في التيام ماشي تنهضر تندير ستوريات، ها هو حمل هاتف المحمولة المخالفة الأولى السلتة الأولى هي الثانية، لقاوني شاد 230 بالموتور الثالثة، لقاوني تنكابري فوسط لوطور وتلعب بهلوانية الرابعة، شنو لقاوني واقف في لوطور الخامسة منع الوقوف والتوقف شي خمسة د المخالفات لقاو عندي في ديك الكارت ميموار ومصور داير دليل. إيوا صافي أسيدي وشنو نقول لكم، الموتور فاش سلتي بحال هكاك بعدا راه تيصحابهم شي مجرم قاتل شي حد، كيصحابهم شي واحد هز الحشيش مع هز معايا الشكاره، المهم راه اي احتمال يحطوه في راسهم داكشي علاش يتعاملوا معاك باي وسيله. صافي يعني الموتور كانوا غنتقدم لغد ليه الوكيل الملك بتهمه الفرار، فرار في تقديم الوكيله باش تكونوا عارفين عندك صحاب كتسلت لهم ولا البوليس ولا جدرميه وغتخرجك سلامات في تقديم الوكيل الملك وشوف هو واش يحكم عليك. صافي يعني كانوا يقدموني لغد ليه الساعه الموتور بغاو يدوزو الخبره والخبيره تيتعطل، ايوا الحمد لله بقيت في داك بقيت عندهم في لا بريغاد ديالهم اللي في لوطور وفي الخريطه الاخرى كاينه بريغاد. وحاجة مهمة نقسم نقولها لكم، الله يعمرها دار واحد الدريري تما واحد الجدارمي بلا ما نذكرو الاسم ديالو راه عارف راسو، يعني استقبل انا بحال اللي قلتي بحال ما مقبوطش عنده بحال راك ضيف عنده فهمتيني، يعني مع والدي انا كدا من كبار وما كلمتش شي حاجة ما جابوا لي لا ماناكل لا والو، وكان هو مسكين كي يقول المدام ديالو تجوج الناس بحال داكشي كياكل هو تيعيط لي تنجي ناكلو حتى انا، هادي خصني نذكرها ضروري عشان نقول لكم دابا راه مازال خيرو في بالي لا عمر هضر داك الدري، يعني صافي ودو لغد ليه
داز الموتور في الخبره جا الخبير حتى تما خبير ديالهم ديال الدار كي ضروري غيجي يعني حكل النوامر هنايا حكم وخلا ماشي حكم كيديك واحد الكابا كطير لك الصباغه باش يشوف النوامر واش محكوكين ولا لا مدقوكين صافي تيقلب لك النوامر تيضربوه خلاص كيطابيو لانتربول ولا ما نعرف داكشي كيفاش كيديروا يقلبوا داكشي شنو اخر المهم عندهم الصباح ديالهم كامل هما الموتور كيدوز في الخبرة تتسمى لقاو الموتور ليغال 100% ما فيش المشكل صافي فاش لقاو الموتور ليغال عادي قال لهم ديك الساعة قدموا لي الوكيل حيت باش هما صونا وقيل الوكيل قال لهم دوزوا الموتور في خبرة بعدا شوفوا واش مريقل صافي لا انا فوقاش قدمت عاودت لا غد ليه يعني بت عندهم الليلة الأولى والليلة الثانية لا غد ليه عاد لا غد ليه عاد تقدمت للوكيل الملك واجي تشوفوا داك التقديم اول مره في حياتي غادي نتقبط من مر من مر الكريه كما كيقولوا لها ايوا جيت تشوف ها اللي مشدد على الحشيش ها اللي مشدد على الضرب والجرح ها اللي مشدود على الروينه 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 واحد شنو نقول لكم هلا وصل شي واحد لديك البلاصه لهنا وصل شي واحد لديك البلاصه وهذا الشيء ماشي انا بيت تما معاهم انا ربت عند الجندرم معزز مكرم معزز مكرم كما قلت بحال باش في دارنا عند الجندرم ولكن هذا الشيء اللي تنعاود لكم هنا وصل شي واحد غير في هذيك الساعتين ديال المكانه الصباح باش كتبغي تقدم الوكيل الملك كيدوك مع داك 9 الصباح وكتسنى حتى توصل نوبتك عند وكيل الملك مع داك 11 12 تيسالي واقيلا مع الوحده ولا جوج المهم هذيك ساعتين ديال المكانه بس عندك فاس من داك اليومين اللي كنت عند الجندرم يعني تشوف الناس بالانواع والاشكال طريق اسلوب الهضره المهم كانوا شي جوج ديال الناس اللي كانوا زويونين شويه واحد مجدود واقيلا على النفقه واحد مجدود على الشيكات يعني مجدودين توهم زويونه توهم خفيفه واحد مسكين جدود على الشيكات والله الا جاي الشورت ديال النعاس ديالو قسما بالله جاي فيه هو رجعوا عندي من الدار قالوا لي خرج نهضروا معاك قال لهم يا بطوني هذا البوليس يعني اخي بلاصه الجندرم تتلقى معاهم الحل شويه على برا الا بتي معاهم ما كيكونش عندهم بزاف ما كيكونش عندهم زعما الضغط ما كيكونش عندهم معتقلين بزاف مول البوليس الا بتي في وسط المدينه تيكونوا بزاف شحال قدهم يدير لك الخاطر ولا يدير لك هذاك داكشي علاش وقيل انا جاتني زوينه ديك المباته مع الجندرم صافي اخوتي كنتسنى حتى وصلت النوبه ديالي تقدمت عند وكيل الملك قال لي علاش هربتي شنو اللي خلاك تهرب علاش اصلا انت خارج صافي قلت له مشيتي باش نقد موطوري وقال لي فين الرخصه الرخصه انا كنجعدي ديال الخدمه قال لي ما واكلالكش حيت ما فيهاش الماتريكول ديال الموطور فيها الماتريكول ديال الشاحنه المهم قال لي واش عندك باش تخلص ولا ما عندكش خرجت الوقيله شي غرامه ديال 1000 درهم وصافي وخرج ديك الساعة كان واحد المحامي خلاص نعم رادار كان هو واقف معايا وخرج ديك الساعة وخرج بصراحة وقيلة وغرامة قدروها 1000 درهم صافي صافي هذا الشيء اللي كاين شنو اخوتي بغيت نوصل لكم من هذا الشيء هذا ومن هذا الفيديو ومن هذه القصه ديالي هي ما تسهلوش راه كاينين الدراري دابا تيسلتو شحال من مره تيجيو فيديوهات مشكله تيحطوا في يوتيوب عباد الله تيحطوا في يوتيوب تيسول كيفاش دير سالت ماشي سالت له جدارمي راه هما شافوش واش جدارمي براج خارج لك للطريق تيقول لك وقف وتجيب بحال كيجيب لنا بحال باغي يدخل فيه ماشي فيديو ماشي جوج ماشي ثلاثه شتهم في يوتيوب تحطوهم الدراري راه هذاك الفيديو راه قدرت تمشي به مصيبك على الا حطيتيه في يوتيوب راه اسوء من انه الا شدك ديك الساعه باش تكون عارف راه دابا راه الفيديو ديالك يمكن تعتقل بسببهم لا كانت فيهم شي حاجه لا مشى دعك شي واحد باش تكون عارف يعني بقيتي تسلت تشوف لي شي بلاصه اللي ما تريسكيش بعربيه ما تريسكيش ما تشوفش باراج كاين قدامك ديال الجندرم باينه يخرج لك وتسلتك ودوز قدامهم مكسيري راه كتغامر بحياتك اخويا وراه تتغامر بالمستقبل ديالك راه تتغامر بالسيره الذاتيه ديالك توصخها بحسن السيره ديالك باش تكونوا عارفين هادشي راه ماشي سهل وماشي لعب من تما ما نقولكوش واقيلا كنسلت لقيت شي بلاصه اللي ساهله بط كنسلت لوطوروت ونخرج ما كاين لا جندرم لا والو كان الجندرم تنخلص اخويا داكشي اللي عليا وتندخل وهاد السليت كاع عموما راه ماشي اسلوب الاحتجاج هو ما خصهمش يغليو علينا ولكن غالب الله هذا هو المغرب هذا هو المروك ما عندنا ما نديرو يعني كاين اساليب اخرى راقيه للاحتجاج
نظموا شي خراجات بالماطر والمظاهرات ونرفعوا شي لافتات يعني كاين بزاف بزاف الاساليب يمكن نستعملوها. ومهم هذا الفيديو هذا تنظن باللي طولت فيها وانا بغيت غير نوصل لكم اخوتي هادشي اللي وقع ليا باش ما تطيحوش فيه حتى نتوما. قدر انا خرجت ليها كسلامات، تقدر واحد اخر ما تخرجلوش هكا الله يسر، تقدر تطور الامور. انا راه كنت غنمشي بمخالفه اخرى، كنت غنمشي بتهمه اخرى، راه غير هضره زوينه وداكشي كدير الطريق. يعني بزاف د الحوايج، كون مثلا تلصق عليا داكشي كامل اللي كان كره، ما كره تحبست، ما كنتش غادي نخرج لا بلا درهم لا ب 2000 درهم باش تكونوا عارفين. يعني راه ماشي اي واحد تخرج له سلامات بحال هكا، والحمد لله على لطف الله. وصافي اخوتي هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا، وبحال ديما لي لايك ديالكم، لي كومونتير، سبسكرايب الا ما كنتيش ديرها. انستغرام ديالو ها هو مورايد، راه تنكون ديما حاط فيه ستوريات. ونتلاقاو في فيديو جديد، يلا بيس وتهلاو.